مرحبا بكم أعزائنا المشاهدين، معنا للمزيد من النقاش في هذا الموضوع الكاتب الصحفي التونسي سلمان زكري. مرحبا بك معنا سيد سلمان. أهلا وسهلا. في الحقيقة نحن أمام مشهد تاريخي مرة أخرى تسجله تونس هذه المرة بعد أن قادت ثورات الربيع العربي، تعود من جديد إلى حالة من الصمت الانتخابي، تحضير للانتخابات. بعد ساعات قليلة سيكون هناك مشهد انتخابي جديد ومنعطف تاريخي أمام هذه البلاد التي بدأت بالثورة العربية. كيف تصف الأوضاع في هذه الساعات؟ بداية أود أن أترحم على شهداء الثورة التونسية وأواسي جرحاها الذين لولاهم لما كنا نعيش اليوم هذا اليوم التاريخي في تاريخ تونس. طبعا تونس اليوم تضع رواسي الديمقراطية وتضع خطى ثابتة في المسار الديمقراطي عبر المحطة الانتخابية الخامسة بعد الثورة، بعد الانتخابات المجلس التأسيسي في 2011 والانتخابات البرلمانية والرئاسية في 2014 والانتخابات البلدية في 2018. اليوم الشعب التونسي يخوض غمار انتخابات خامسة وهو على بعد ساعات من خوض تجربة الصناديق مرة أخرى. التونسيون طبعا قطعوا مع منظومة الاستبداد والتسلط، منظومة الفرد الواحد، منظومة نسبة 99%، واليوم يضعون الصندوق الذين يعتبرونه مقدسا أمام كل المترشحين وكل المتنافسين. ولذلك نرى اليوم كامل الطيف السياسي تقريبا موجود في هذه الانتخابات الرئاسية، 26 مترشح، اليوم ربما أصبحوا 24 مترشح، من جميع العائلات والمشارب السياسية، من اليمين إلى من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار. طيب سيد سلمان، مرشحان رئاسيان قررا الانسحاب من الترشح سباق الانتخابات الرئاسية، وذلك أعطوا بأنه السبب في ذلك هو عدم تشتيت أصوات الناخبين. هل نفهم من ذلك أن السيد عبد الكريم الزبيدي هو الأوفر حظا في الفوز في هذه الانتخابات؟ بالنسبة لمن هو أوفر حظا، صراحة نحن على بعض ساعات والشعب التونسي لا يعرف من سيمر إلى الدور الثاني، هذه القاعدة الأولى. بالنسبة للسيد عبد الكريم الزبيدي، اتضح خلال 24 ساعة الأخيرة أن ماكينة الدولة العميقة تحركت بقوة في الساعات الأخيرة، خاصة أن هناك تقريب ثلاثي يتنافس على أخذ الرصيد الأكبر من حزب نداء تونس التاريخي 2014، ألا وهم يوسف الشاهد وعبد الكريم الزبيدي ونبيل القروي. بالتالي هناك الوجوه التي تحركت مع عبد الكريم الزبيدي، الكل يعلم أن هناك مصالح شخصية في المرحلة القادمة لا يمكن أن يحققها لهم يوسف الشاهد ولا نبيل القروي. يصب هذا في صالح عبد الفتاح مورو؟ من الضفة الأخرى نفس الشيء، تقريبا الأصوات مقسمة، تقريبا هناك من 3 إلى 4 متنافسين نسبهم متقاربة جدا، نتحدث عن وجود شخص مستقل الآن في استطلاعات الرأي متصدر وهو كذلك الأستاذ قيس سعيد، كذلك هو هذا الرجل يأخذ من الرصيد المحافظ للناخبين، كذلك يوجد وجوه جديدة على غرار سيف الدين مخلوف يعتبر من اليمين الراديكالي وكذلك سيأخذ من قواعد حركة النهضة، فضلا عن وجود ما يسمى باليسار الاجتماعي الثوري على غرار محمد عبو والمنصف المرزوقي. اليوم تقريبا الانتخابات منقسمة بين المنظومة السابقة، منظومة ما تسمى ب7 نوفمبر، والمنظومة التي جاءت بها الثورة، ولكن إلى حد الآن لا شيء واضح. نحن على بعد ساعات قليلة، ربما غدا في هذا التوقيت ستبدأ النتائج في الصدور، ولكن قد تحدث المفاجأة، ولكن هنالك خيارات وضعتها خاصة استطلاعات الرأي ربما هي الأقرب إلى الواقع. سيد سلمان، هناك من تحدث عن خروقات انتخابية حدثت في التونسيين في الخارج، هل ستؤثر هذه الخروقات على سير عملية التصويت في الداخل التونسي؟ أعتقد أن الخروقات الحقيقية بدأت قبل حتى الحملة الانتخابية، خاصة بخرق الدستور في آخر أيام الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي بعدم تمرير قانون المنع الانتخابي، والذي اليوم يستفيد بمقتضاه صاحب قناة نسمة نبيل القروي وجمعية عيش تونسي في الانتخابات التشريعية. هذه كلها أطراف سياسية كنا لن نراها في المشهد السياسي لو مر هذا القانون، من هنا بدأ الخرق الانتخابي. فيما يتعلق بالخروقات الانتخابية التي رصدتها بعض المنظمات الرقابية
في خلال 13 يوما للحملة الانتخابية. طبعا رئيس هيئة الانتخابات وصف بعضها بالخطيرة، وخاصة فيما يتعلق بمرشحين يستعملون وسائل الإعلام حتى في يوم الصمت الانتخابي للترويج إلى مرشحهم. بعض المرشحين كذلك استعملوا وسائل الدولة في حملاتهم الانتخابية، وكنت على تواصل مع رئيسة منظمة عتيد للانتخابات وقالت أن هنالك مرشح استعمل سيارات إدارية في حملاته الانتخابية، هناك مرشح آخر استعمل الأطفال القاصرين في حملاته الانتخابية، وهذه تعد طبعا خروقات خطيرة ستنظر فيها هيئة الانتخابات فيما بعد، وسينظر فيها القضاء، وربما ستسقط حتى بعض الأصوات. يعني نتذكر جيدا في سنة 2011 أن قائمة العريضة الشعبية للهاشمي الحامدي كانت ترتيبها الثاني في البلاد، وسقطت بسبب يعني استعمال الرجل لقناته التلفزية للترويج لحزبه. كنت قد تحدثت عن استطلاعات رأي، هل هناك استطلاعات محددة وموثوقة تتحدث عن تقدم أحد المتنافسين على الآخر؟ صحيح، بالنسبة لاستطلاعات الرأي يعني المفاجأة المدوية هي طبعا تصدر نبيل القروي في تقريب جل الاستطلاعات وبنسب متفاوتة من بين 17% إلى 26%، فيما يليه يعني مرشحون آخرون بفارق تقريب 10 أصوات. يعني هذه المفاجأة التي تجمع عليها العديد. لماذا تعتبرها مفاجأة؟ لأن مثل ما قلت لك نبيل القروي هو أولا مستفيد من عدم تمرير القانون الانتخابي، ثم هذا الرجل لم يكن له أي دور سياسي في تاريخ البلاد. كذلك يعني الكل يعرف أن نبيل القروي استغل قناته التلفزية لاستغلال ما يسمى بالفئة الهشة في تونس، الفئة الاجتماعية. هو رهين الحبس، ما يزال رهين الحبس. نعم، هو الآن رهين الحبس، وحتى البارح في الجلسة القضائية لم يطلق سراحه ولا زال رهن الاعتقال. فبالتالي هذا يعتبر ضمن الإطار الخطير في هذه الانتخابات، خاصة بين يعني فيما يسمى التنافس بين الماكينات الحزبية والمال الفاسد. الكل يعرف أن نبيل القروي هو الوجه الأول المال الفاسد في تونس، فبالتالي وجوده في صدارة استطلاعات الرأي يعتبر أمر خطير بحسب العديد من المراقبين. بالنسبة لضمانات نجاح الانتخابات وقبول النتائج فيما بعد، هل تعتقد أن التونسيين والأحزاب بمختلف توجهاتها تجاوزت هذه المسألة؟ فيما يتعلق بنبيل القروي يعني؟ لا، ليس نبيل القروي، فيما يتعلق بقبولها بنتائج الانتخابات وضمانات نجاحها بلا تزوير أو ما إلى ذلك. طبعا اليوم تقريبا العديد من الأحزاب تضع مراقبين، وتضع هناك جمعيات رقابية في جل المكاتب في البلاد. مسألة التزوير يعني إن ثبتت فهي لا أعتقد أنها ستؤثر على الانتخابات. اليوم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات صراحة تتميز بشفافية واستقلالية. القبول بالنتيجة طبعا سيكون رهن ما سيحصل غدا. نعم. يعني ربما ستحصل خروقات، ربما سيكون حضور المال الفاسد كما شاهدناه في الحملة الانتخابية، فربما قد يكون متواجد غدا، خاصة مع وصف سيد نبيل بافون بأن هناك تجاوزات خطيرة. بعد ذلك ينظر فيها القضاء، ويعني الكل يقبل بالنتيجة. طيب سيد سلمان، نحن نتحدث فقط عن العنصر الرجالي، ماذا عن العنصر النسائي؟ العنصر النسائي تقريبا تواجد في امرأتين، وهي السيدة عبير موسي وهي الأمينة العامة السابقة لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي حزب بن علي، وكذلك السيدة سلمى اللومي وهي كذلك من مؤسسي حزب نداء تونس 2014. الحضور النسائي صراحة يعتبر ضعيف، هذا يعود ربما ل رغم أن التجربة التونسية نصصت على مسألة التناصف في القائمات في التشريعية بين المرأة والرجل، لكن ربما المرأة التونسية ليس لها رغبة بعد في قيادة البلاد. كما تعرف ويعرف المشاهدون أن هناك تركة ثقيلة جدا سوف تكون على كاهل المرشح الفائز مباشرة في هذه الانتخابات، ما أهم الملفات التي تعتقد أنها ذات أولوية في الفترة المقبلة والتي يجب أن يعمل الفائز على البدء بالعمل عليها؟ أولا دعنا نتفق أن رئيس الجمهورية ستكون له صلاحيات محدودة، وأن الثقل كل الثقل سيكون على رئيس الحكومة وعلى كتلته البرلمانية. الرئيس في الأخير هو مكلف بالعلاقات الخارجية ومكلف بوزارة الدفاع،
وربما له صلاحية أخرى وهي المبادرة التشريعية القانونية في سن قوانين معينة. لكن الفترة القادمة، وباعتبار كل التونسيين يعتبرون أن الفترة القادمة أولوياتها اقتصادية واجتماعية، يعني نعرف جيدا أن 2014 كانت الانتخابات قائمة على الاستقطاب الثنائي، والاستقطاب قائم على خطاب إيديولوجي، هذا يميني وهذا يمين وهذا يسار، هذا علماني وهذا إسلامي. اليوم الناس لم يعد يجذب هذا الخطاب، الناس صارت تنظر للبرامج، تنظر لمن يقدم برنامج اقتصادي أفضل من الآخر، وذلك يعني لاحظناه بعيوننا في المناظرات التاريخية التي حصلت. تقريبا أكثر من 3 ملايين تونسي يشاهدون هذه المناظرات بحثا عن حل اقتصادي. ولذلك هنالك فرضية كبرى أن نرى يعني في الانتخابات الرئاسية وكذلك في الانتخابات البرلمانية تصويت عقابي لمن كانوا على رأس المشهد السياسي طيلة 8 سنوات. بالتالي التونسيون يبحثون ربما عن بديل يوفر لهم العيش الكريم، يوفر لهم بنية تحتية أقوى، خاصة أن البلاد منذ يومين يعني نصف ساعة أمطار أغرقت العديد من المدن في الوحل. كل هذه عوامل تجعل من المواطن اليوم ينظر إلى من يقدم له برنامج خاصة يمس جيبه ويمس بطنه. سي سلمان، ربما أرى حبرا على إصبعك، صحيح. أنت شاركت في الانتخابات. أنا اليوم انتخبت. طيب، أنت كمواطن تونسي والشعب التونسي، ما الذي يريده من رئيسهم المنتخب؟ طبعا الرئيس هو وجه البلاد في الأخير. أعتقد أن رمزية الرئيس فشل البعض في إشباع هذه الرمزية لدى وجدان المواطن فيما نجح آخرون. يعني المواطن اليوم بحاجة إلى الشعور أن هنالك من يحمي البلاد، أن هنالك من هو قادر على حفظ أمنهم واستقرارهم، من يرسل لهم بخطاب طمأنة بين الحين والآخر. في الأخير كما نعلم الرئيس صلاحياته محدودة ومحدودة جدا، لكن رمزية الرئيس لدى المواطن خاصة ترسخت بعد 50 سنة من حكم بورقيبة وبن علي، أن الرئيس دائما هو رقم واحد في البلاد، والرئيس دائما هو من يبعث برسائل الطمأنة ورسائل يعني الدفع نحو الأمام للنخبة السياسية. بالتالي أعتقد أنه مواصفات الرئيس في أعين التونسيين أن يكون هو جامع القدر الأكبر من الطيف السياسي التونسي في هذه المرحلة. شكرا لك سيد سلمان زكري، الكاتب الصحفي التونسي. شكرا. وإن شاء الله بالتوفيق للشعب التونسي. إن شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا لك.